يعد تحضيرا نفسي للطلبة والمقبلين خاصة منهم على اجتياز هذه أو هذا الامتحان، يعد على قدر كبير من الأهمية، وذلك لتخفيف من حدة الضغط والقلق الذي يشعر به عادة الممتحن، حتى وإن كان على أتم الاستعداد ليوم الامتحان من ناحية التحصيل الدراسي. للحديث عن هذا الموضوع يلتحق بنا هنا في الاستوديو الأستاذ عبد الحليم ماضي المختص في علم النفس التربوي. أهلا بك أستاذ، وجمعتك مباركة. جمعة مباركة، أهلا وسهلا بك وبمشاهدينا الكرام. طيب، بداية أستاذ، يعد امتحان البكالوريا فعلا امتحان مهم بالنسبة للطالب الجزائري، لكنه حقيقة في كثير من الدول، في الجزائر على وجه خاص، يعد ربما يكاد يعد امتحان حياة أو موت بالنسبة للطالب. هكذا يشعر الكثير من الطلبة، وهكذا قد يشعرهم الكثير من الأولياء، حتى كما قلت منذ قليل لو كانت عنده قوة شخصية وقوة تحصيل كذلك دراسي، لكن الطالب دائما يتخوف من هذا الامتحان. كيف يجب أن نتعامل في الحقيقة مع امتحان البكالوريا؟ أكيد أن الامتحان وفي حد ذاته يعني يشكل ضغطا بالنسبة للطالب، لكن يبقى شيء معين، أن اليوم الامتحان أصبح لديه معنى آخر لدى ليس الطالب فقط وإنما عند المجتمع عموما، يعني تسيبوا عند الأب عند الأم بهذا المعتقد أنه هو امتحان للشخص، لشخصية الإنسان. ولهذا لما الإنسان يصف الامتحان نقوله إنسان فاشل، وهذا نقوله إنسان ناجح، وهذا يعني أصبح امتحان لشخصية الإنسان وليس لمدى استيعابه للمعلومة أو مدى انسجامه مع هذا البرنامج. وبالتالي فالإنسان لما يفشل في الامتحان ونقولوا أنت فاشل، فالفاشل حدث والفاشل هوية، ولما ربطنا الامتحان بالهوية تاع الإنسان وبالتالي أصبح يشكل ضغطا كبيرا ورهيبا ليس على الطالب وإنما على الأسرة ككل، وهذا معتقد خاطئ في حقيقة الأمر، لأن الامتحان هو محطة من محطات الحياة، فأن الإنسان لحق البكالوريا اجتاز عدد كبير من الامتحانات ونجح فيها، حتى لو رسب في هذا الامتحان أو تأخر الإنجاز، يعني في الغالب أنه يتأخر ولا يرسب، وكثير من الطلبة مثلا ما جابوش الباك مثلا جابوا بتسعة ولا ثمانية، العام اللي موراه جابوا ب 14 وكان جابوا ب 15 وبمعدل اللي يسمح له يدير التخصص اللي يحبوا إلى غير ذلك. فأحيانا المعتقدات هي اللي تأثر علينا، ولهذا احنا نقول للطلبة إذا تأخر الإنجاز فهذا يعني أنك تستحق الأفضل وليس لأنك فاشل. نعم. طيب، بالمقابل يرى بعض الأولياء بأنه ربما إعطاء هذه الأهمية لامتحان شهادة البكالوريا وتشديد الخناق ربما على الأبناء في بعض الأحيان ليس من باب الضغط النفسي على أطفالهم، وإنما حتى يغلق أي باب للتهاون على هؤلاء التلاميذ. أكيد أحيانا كما قول النية الحسنة لا تبرر السلوك السيء. طيب، كيف يمكن عمل موازنة؟ كيف يجب أن تكون المعادلة بين الأمرين؟ المعادلة لابد أن تكون علمية بعيدا عن المعتقدات الشعبوية والاجتماعية، وإنما تكون في إطار علمي دقيق. فالنظرية التعلم الحديثة تقول أن الإنسان يفكر بعقلين، عقل عاطفي وعقل منطقي، فالأولياء خدموا سنة كاملة على العقل المنطقي، فالدروس التدعيمية وغير ذلك من الدروس اللي يأخذها في المدرسة غير ذلك، فهذا يعمل في إطار العقل المنطقي. أما فيما يخص العقل العاطفي، الأولياء عوض أنه يموتيفي الطفل فهو يشكل ضغطا. هناك نظرية حديثة في التعلم تقول أن الأداء يساوي القدرة ناقص الاضطراب، فلما يرتفع مستوى الاضطراب ينقص القدرات تاع الطالب. ولهذا نجد كثير من الطلبة مثلا في البيت والأولياء يشكيوا بزاف، يقول لك ابني حفظ مليح في الدار ممكن يروح القسم ينسى. علاه ينسى؟ لأن في البيت كان قدرات ذهنية حفظ ومنطقية عقل منطقي، وكان اضطراب أقل. لما دخل القسم يزوره ذلك الزائر الذي لا يحبه كثير من الطلبة اللي هو الاضطراب، وبالتالي ينقص له مستوى القدرات والأداء دياله، ولما يخرج من الامتحان راح يذكر هذيك المعلومات اللي راحت له. سنتحدث أستاذ ماضي بالتفصيل عن ما قبل الامتحان، عن الامتحان وعن ما بعد الامتحان كذلك، لكن الآن ربما ما هو دور الأولياء الآن؟
في هذه المرحلة تحديدا، نحن على بعد أيام فقط، يومين. يعطيك الصحة، الأداء المنطقي عندك سنة كاملة وتتخدم فيها، الآن بقى على الأداء العاطفي، يعني كما نقول الأولياء يخدموا على مستوى العقل العاطفي. هناك قاعدة في الطاقة تقول أن الدماغ المنطقي يستمد طاقته من العقل العاطفي، من العواطف تاعه، وبالتالي نجد أن العاطفة ما نفكر به يسيطر على تصرفاتنا. يعطيك الصحة، ويعطيك حتى الطاقة، يعني بمعنى لما تشوف مثلا أي طالب ولا أي تلميذ تلقاه يلعب لعبة معينة مثلا إلكترونية يشد 6 ساعات وما يعياش وما يتعبش، لماذا؟ لأنه يعني يستمد الطاقة من العاطفة بالمتعة. فالعاطفة تلعب دور كبير في الأداء المنطقي. إذا الآن العاطفة انقلبت وأصبحت تلعب دور عكسي، وعوض أن تمد الطاقة وتمد متعة في التعلم، أصبحت تمد اضطراب وقلق وتوتر. إذا الآن الأولياء لازم يلعبوا على العقل العاطفي. العقل العاطفي لازم نفهمه ينقسم إلى شقين. العقل العاطفي فيه جزء منه غرائزي، يعني يتعلق بالغرائز والنزوات، يعني الأكل والشرب والراحة إلى غير ذلك، وهناك أيضا شق آخر يتعلق بالمشاعر، يعني التحفيز إلى غير ذلك والتشجيع. إذا الآن الدور الأولياء يلعب على العقل العاطفي بشقيه الغرائزي والمشاعري، بمعنى التشجيع أيضا عوض أنه ما يديروش ضغط، ما يتكلموش على الامتحان كثيرا داخل البيت، فتصبح الأيام تاع الامتحانات هي أيام عادية كسائر الأيام باش ما يشكلوش عليه ضغط. أيضا الجانب العاطفي بمعنى أن الطالب لما يجي من الامتحان ولا الآن يحتاج أنه يغذي العقل العاطفي، بمعنى يحتاج أنه يماه ما تقولوش واش خدمت اليوم، وانما تقولوا راني درت لك فطور شباب على بالي بلي تعبت اليوم، جوز تريح، جوز كذا، تغدى، كل هذه الى غير ذلك. فلما يتغذى العقل العاطفي يتعاود يطلع مستوى تاع الطاقه تاع العقل المنطقي، راح يجوز امتحاني بعده يجوز بقوه اكثر. نعم. طيب استاذ ماضي ابقى معنا، سنواصل الحديث في هذا الموضوع ولكن بعد هذا الفاصل الاشهاري، لا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. إذا نتحدث عن التحضير للبكالوريا، وأرحب مجددا بالأستاذ عبد الحليم ماضي المختص في علم النفس التربوي. أهلا بك من جديد أستاذ. طيب كنا نتحدث منذ قليل عن دور الأولياء في مساعدة أطفالهم على تجاوز هذه المرحلة على الأقل بسلام نفسي على الأقل. أستاذ طيب الآن نتحدث عن التحضير للبكالوريا بالنسبة للطالب الذي سيجتاز هذا الامتحان، بداية بالدراسة. الآن الكثير من الطلبة يواصلون الحفظ إلى آخر دقيقة، وهم ما زالهم يعني يواصلوا، حتى أنه البعض يحمل الكراس حتى أو الكتاب المادة كتاب المادة حتى يصل إلى باب الامتحان، هو مازال يراجع في الدروس. هل هذا التصرف صحيح أو أنه تصرف خاطئ وله سلبياته؟ والله شوفي، قلنا إذا قرب الامتحان بيوم أو يومين مستوى الضغط النفسي يزيد. هناك معادلة، يعني كلما قل الوقت كلما زاد الضغط النفسي. فبالتالي أن لما يبقى يوم أو يومين إلى الامتحان يزيد مستوى الضغط النفسي. الضغط النفسي ما يسمحش الأداء تاع القدرة المنطقية تكون قوية، ولهذا المرجع في هذه المرحلة تكون رؤوس أقلام، تكون على المختصر، تكون على الملخصات، تكون على الكلمات المفتاحية. فمثلا لما يحفظ مثلا التاريخ، الآن ماهوش في وقت لازم يقرأ الحرب العالمية الأولى والثانية وأحداث مليان ماي، وإنما يخرج فقط يكون مراجعات ذكية. وش معناتها مراجعه ذكيه؟ بمعنى ما عندوش الوقت الان يقرا الدروس كامل، وبالتالي وش لازم يدير الان؟ لازم يعرف كيفاش يلخص ويخرج الكلمات المفتاحيه تاع الدرس اللي تبنى عليها الدرس، ويلخصها في اسئله معينه، مثلا من، اين، متى، الى غير ذلك. فالان يحوس على الشخصيات مثلا، يحوس على الاماكن، يحوس على المنظمات، على التواريخ، يخرجهم وحدهم ويحفظهم وحدهم بدون ما يلجا الى الكل. لأن الدراسة الكلية والدراسة الأفقية تكون لما يكون عندك الوقت. الآن لما يضيق الوقت، الآن وكانت قرأ دراسة أفقية راح يتيه الطالب وما يشد والو. الآن لازم يشد هذوك اللي ممكنين، يخرج تواريخ وحدهم يحفظهم، يخرج الأسماء وشخصيات وحدهم، المنظمة والهيئات يخرجهم وحدهم، وبالتالي من الدرس يخرج 5 6 كلمات، من الدرس هذا يخرج 8 6 كلمات، وبالتالي ينقص عليه لاشارج هذيك. متى يجب أن يتوقف عن الحفظ؟ الحفظ الان او عن المراجعه الان ليس مرحله الحفظ، انما مرحله التلخيص، وانما يشد الرؤوس اقلام. الان الحفظ ما يعني دروس كثافه الدروس، راح يحفظ الان
راح يلحق واحد المرحله يولي يدخل هو الدرس اللي يحفظه، ما يقدرش يحفظ كامل الدروس، راح يشد الدرس ويبقى يستنى يقول يا ربي يطيح هذا الدرس باش يخدم فيه. اوكي، لكن هذه طريقه خاطئه لانه راح تخليه يزيد يتعرض الى ضغط اكثر. الافضل انه يلخصها في شكل كلمات مفتاحيه ويحفظ هذيك الكلمات المفتاحيه، وما دوش يبقى له في القسم، يبقى له التعبير والانشاء، وبالتالي تعبير الانشاء ويقدر عليه. لكن ما يقدرش يغلط في تاريخ معين، ما يقدرش يغلط في اسم شخصيه، ما يقدرش يغلط في اسم منظمه ولا هيئه. الان لما يكون يحفظ بالذكاء وليس بالجهد، شعار تعلم اليوم ادرس بالذكاء ولا تدرس بالجهد. نعم. الان لازم يحتاج الى هذا الذكاء باش يقدر يراجع، خاصه المتاخرين في المراجعه. اما الاشخاص اللي يراجعوا ومتمكنين من الدروس تاعهم وحفظوا، الان بقى انه يطل فقط على رؤوس الاقلام. نعم. وليس حفظ وليس تحليل. هناك ايضا من الطلبه من يقضون ليالي بيضاء يعني بالكامل، احيانا حتى قبل يعني قبل الامتحان في ليله الامتحان، وذلك ربما الإحساس بالذنب، هو يعتقد بأنه إذا أمضى هذه الليلة لا ينام يواصل الدراسة، أو ربما من يعني لأسباب أخرى لخوفا أو غير ذلك. كيف يمكن أن يؤثر ذلك، عدم النوم، عدم إعطاء الجسم ما يحتاجه من الراحة الكافية، كيف سيؤثر على الطالب في أدائه؟ هذا سؤال مهم بزاف، وكثير من الاولياء والطلبه ما يعرفوش يتعاملوا مع الساعه البيولوجيه اللي تعني عليها وقت النوم ووقت الحفظ وعدد الساعات الكافيه. يعطيك الصحه. وايضا هناك شيء معين الاولياء يجهلونه، هناك واحد القانون، قانون باريتو، هذا عالم ايطالي، يقول قانون 20-80، يقول لك ان 80% من الطاقه تاع الانسان تخرج في 20 دقيقه، 20% الاخيره من الوقت. وبالتالي تجد الطالب سنه كامله وهو راقد، كي يلحق ينقص الوقت تزيد الطاقه عنده. ولهذا الان احيانا يفقد النوم ليس رغبه منه او حبا في الدراسه، وانما الطاقه هذيك تخرج، كما نقول العدائين مثلا تبقى له 20% من الوقت الاخيره يخرج هذيك الطاقه كامل. اذا الطالب في هذه اللحظات يجي هذيك الطاقه تجي. الان الاولياء لازم يغلطوا في شيء معين، لازم الساعه البيولوجيه تتسقم قبل الامتحان. إذا لحق الامتحان ما تقوليش تقول لوليدك ارقد بكري. إذا كان وليدك من عاداته أنه يسهر مثلا، يسهر، خليه يقرا في الأوقات اللي يسهر فيها. لأن الساعة البيولوجية الآن كل واحد الآن برمجها على حساب نمط الحياة تاعه. كان من عاداته يسهر، ما يقدرش نهار امتحان تقول له ارقد بكري. لماذا؟ لأنه هذيك الفترة طاقته حترتفع، عوض الساعة البيولوجية على الطاقة في هذيك المرحلة. إذا أنت الآن برمجه على حساب الساعة البيولوجية الخاصة به. ولذا الاولياء يغلطوا بزاف، يجيب لهم ربي بلي شغل الساعه البيولوجيه تمشي كامل كيف كيف، وانما على حساب العادات تاع الطالب، ويصراو هذه الاحداث هذه الان. فكثير من الطلبه مثلا ماشي موالفين ينوض بكري، ينوضوه بكري، يدخل قسم يجي ينعس ويرقد. فهمتني فيك وراي؟ فخلي الطالب على الطبيعه ديالو، وشوف الاوقات يكون نشط فيها خليه يقرا فيها. لكن استاذ ربما الان قد يتساءل البعض بانه بما انه الساعه البيولوجيه لدى بعض الطلبه يعني على اساس انه يسهر ليلا، ولكن يعني قبل الامتحان كان ينام صباحا، لكن الان راح يسهر ليلا وصباحا عنده امتحان، كيف يتم التعامل مع هذا الطالب؟ اكيد الان احنا عندنا مثلا يومين قبل الامتحان، يومين قبل الامتحان يقدر انه الطالب الان يبدا يعدل الساعه البيولوجيه تاعه، يبدا قدر يعدلها في يومين يقدر، يعني هو نفسه كما هذاك الشخص اللي يخدم الليل مثلا، يخدم الليل حتى الصباح، ومن بعد يومين ما يخدمش. النهار اللي مثلا اللي ما يخدمش فيه يحاول انه ما يرقدش في النهار ويرقد في الليل، باش يعاود يكيليبري الساعه البيولوجيه ديالو. هكذا نفس الشيء الطالب دوك الان، مادام عندنا يومين قبل الامتحان، يقدر الان الطالب اللي موالف يسهر غدوه من ذاك ما يرقدش في النهار، ويحاول انه يرقد في الليل، فتعاود تعدل الساعه البيولوجيه مع اذا ماشي يرقد في النهار ومات في الليل يحب يزيد يرقد، وهذا ما يقدرش. واذا فرصه روحوا مثلا قد كان يستعملوا حتى الادويه تاع النوم الى غير ذلك، وماذا تاثر عليه في اليوم الموالي. ولهذا الان عندنا يومين يعدل الساعه البيولوجيه، لانه مضطر انه في النهار راح يدير امتحان ويعمل بطاقه عاليه. شكرا جزيلا لك استاذ عبد الحليم ماضي المختص في علم النفس التربوي على حضورك معنا. مشاهدينا نرجو ان تكونوا قد استفدتم بكل هذه النصائح، ابقوا وطبعا بالتوفيق لكل الممتحنين باذن الله تعالى.